الموسيقى وغشت Thank you.
أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. المرجو من الحضور الكريم الإنصات إلى المسجد الوطني من أداء قران التفتي الفني والأدبي بقيادة الأستاذ سعيد الرجلي. السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، السيد عامل أعمال في مكناس، السيد رئيس جماعة سكن مكناس، السيد ممثل مجلس عمالة مكناس، السادة رجال السلطة القضائية والسلطات العسكرية والأمنية، رجال السلطات الإدارية والسادة رؤساء المصالح في المركزة، السيدات والسادة نساء الحركة الوطنية والمقاومة والجيش التحرير، السيدات والسادة أفراد أسر التربية والتكوين، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام وهيئات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية والسياسية، أيها الحضور الكريم، إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن يلتئم هذا المهرجان الخطابي والثقافي والفني تخليداً للذكرى 63 للأعياد أو للأيام الثلاثة المجيدة، عيد العودة، عيد الانبعاث، وعيد الاستقلال، التي توجت مسار كفاح العرش العلوي المجيد بقيادة بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه ورفيقه في الكفاح والمنفى الملك الحسن الثاني، قدس الله روحه بتناغم وتنسيق مع نساء ورجال الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير. والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وهي تخلد هذه الذكرى بتعاون مع جماعة مكناس والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، تهدف إلى استحضار فصولها الطافحة بمكارم الأخلاق وشمائل المكارم وقيم المواطنة الإيجابية لإشاعتها في صفوف الناشئة وأجيال اليوم والغد، من أجل المساهمة الإيجابية في بناء مغرب الحداثة، مغرب الديمقراطية، مغرب التنمية المستدامة التي يرعاها بحنكة وتبصر سليل الأكرمين وصحب النبي الأمين جلالة الملك محمد السادس نصره الله. حضرات السيدات والسادة الأفاضل،
بداية يتناول الكلمة السيد الملوك السامي لخدماء المقاومين وأعضاء جيش تحرير، فليتفضل سيادته مشكورا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد عامل أعمال المكناس، السيد رئيس مجلس الجماعي لمكناس، السيد نائب رئيس مجلس أعمال المكناس، السيد النائب البرلماني، سادة السيدات والسادة المنتخبون، سادة رجال السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية، السادة رؤساء المصالح اللامركزة والمديرون الإقليميون، السيد المدير الإقليمي لوزارة المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، التكوين المهني التعليم العالي والبحث العلمي، السادة خدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وكل المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير من أراميل وفروع، السيدات والسادة ممثلو جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حضور الكريم. يتجدد اللقاء مع أسرة التربية والتكوين والتعليم برحابها الفضاء ككل سنة، وهي واحد سنة محمودة، واحد التقليد موصول دأبنا عليه في المندوبية السامية لخدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، تعاون وشراكة مع عمالة مكناس والمجلس الجماعي ناس والمندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. هذه واحد المبادرة جادة تنحييها وتنباركها وتنوه لمواصلة هذه السنة، سيما هذه المناسبة العظيمة اللي هي المناسبة ديال ذكرى 63 لعيد الاستقلال وللأيام المجيدة الثلاثة، عيد العودة وعيد الميعاد وعيد الاستقلال 16 17 18 نوفمبر 1955. هذه الذكرى توحي علينا بواجب الحفاظ على الذاكرة التاريخية وعلى أمجاد وروائع الكفاح الوطني، وعلى واجب ترصيد وتتميم التاريخ الوطني والنضالي اللي بلادنا كتعتز به وكتفخر به، وقد أحسنتم صنعا باختيار شعار لهذا المهرجان الخطابي والحفل الثقافي والفني، شعار جميعا من أجل ترسيخ قيم الوطنية والمواطنة. سأضع جانبا الكلمة الرسمية وغادي نتوجه لكم من صميم القلب ومن أعماقي باش نقول على أنه المنظومة ديال القيم الوطنية هي واحد أمانة كبيرة بين أيدينا، هي واحد مسؤولية نحن جميعا مؤتمنون عليها ومطوقون بها. هذه المنظومة ديال القيم الوطنية وديال المواطنة الإيجابية هي اللي نبغيو نستلهموها من تاريخنا ومن أمجادنا وروائعنا ومن هذه الذكريات المجيدة اللي كنحيوها وهي كثيرة، 36 ذكرى وطنية السنة. وهذا الشهر ديال نوفمبر كما تعلمون حفل واحد العدد من الذكريات الوطنية من المسيرة الخضراء 6 نوفمبر حتى
الذكرى ديال عيد الاستقلال والايام المجيده الثلاثه، الذكرى ديال انطلاق العمليه الاولى لجيش التحرير في الاقاليم الجنوبيه، الذكرى ديال اجب عمران، الذكرى ديال الهي واللي خلدناها، خلدنا الذكرى اليوم لمعركة الهي بالامس القريب مدينه خنيفرة وهي مدينه مريات. هذا الاستحضار التاريخي ديال هذا الامجاد وهذا الروح ديال الكفاح الوطني هو من اجل باش الاجيال ديال اليوم، باش كل طلبه وطالبات، تلاميذ وتلميذات، تلاميذ اكبادنا يعرفوا هذا التاريخ. وانا كنبغي ناكد على هذا الواجب. وغير هذا الصباح السيد عامل عمل الكناس كنا تنذكروا على هذا الموضوع، وحنا يدا في يد مع وزاره التربيه الوطنيه مع قطاع التربيه والتعليم والتكوين جادون وماضون قدما باش نأصلوا هذه الثقافه. لان بهذه المنظومه ديال القيام الوطنيه، قيام المواطنه الايجابيه واللي كنستلهموها من التاريخ ديالنا باضاءاته بإيحاءاته يعلمها لنا. ولذلك وجب علينا العناية بهذا التاريخ والتدريس دياله في المؤسسة التعليمية وفق المقررات الدراسية والبرامج اللي هي معتمدة، ولكن كذلك بالانفتاح على الفضاء ديال الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير. وهذا الفضاء واحد الشبكة وطنية اللي انجزناها توجيهات ملكية سامية، واللي العدد ديالها اليوم 86 فضاء للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير مبثوثة عبر التراب الوطني، ومنها الفضاء ديال الكناس. ولذلك أنا أدعو وأؤكد على هذا الواجب، هو واجب الذاكرة التاريخية، وهو واجب تملك وتمثل القيم الوطنية، قيم المواطنة الإيجابية، باش كلها تزرع الأجيال ديال اليوم، كل الأجيال الجديدة، أجيال اليوم والغد، باش تقوى فيها الروح الوطنية وحب الوطن والاعتزاز بالانتماء الوطني وبالهوية المغربية. وقد لمست وبكل ابتهاج وحضور هذه الاجواء اللي بنى بها هذا المهرجان الخطابي وهذا الحفل الثقافي والفني، اللي هي اجواء حماسيه واجواء وطنيه عند شبابنا وناشئتنا وعند كل هؤلاء الحضور اللي ذكرونا و يعني استحضروا معنا هذه القيم الوطنية، لأنها هي قوام المجتمع، هي سر قوتنا وسر تماسك مجتمعاتنا. هذه القيم الوطنية وهي المواطنة الإيجابية هي المشترك تاريخي حضاري ثقافي قيمي معنوي، اللي لما تملكوه ولما يعني نستحضروه في كل أعمالنا وفي كل ممارساتنا في المدرسة، في المؤسسة التعليمية والتربوية، في الأسرة، في المجتمع، في المجتمع المدني، في الجمعيات، غادي نكونوا بحق قصدينا واحد الخدمة كبيرة لينا وللوطن، باش نكونوا دائما على النهج الصحيح وعلى الصراط المستقيم، على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لذلك أنا مرة أخرى ولن أطيل عليكم، كنبغي باش نحيي نهني أسرة التربية
التعليم والتقويم بعمالة الكناس وبسائر أعضاء الوطن اللي كتعاون واللي من فتحة على هذا القيم الوطنية والمواطنة الإيجابية واللي أصبحت كتهتم بقضايا وشؤون المقاومة وجيش الخير وكنسجل واحد الارتياح كل المستويات الابتدائي حتى الاعدادي حتى التاهيلي. عدد المؤسسات اللي كتحمل اسماء المقاومه والمقاومين 54 مؤسسه ان شاء الله مازالين غادي نزيدوا في اطار التعاون والشراكه اللي كتربطنا مع وزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. كاين عندنا جوج اتفاقيات، اتفاقيه ام كاينه اتفاقيه يعني ملحق اتفاقيه خاصه بالتسميات. كنبغي باش اكد على اننا هنا في المندوبيه الساميه لخدماء المقاومين واعضاء الجيش الحريري دائما مستعدون ومنفتحون على كل المبادرات وداعمون لكل ما تقوم به المؤسسه التعليميه المدرسه العموميه والمدرسه الخصوصيه. هنيئا لنا لهذا وأدعو لكم جميعا إن شاء الله بالسداد والتوفيق والله المستعان وهو ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد المندوب السامي على هذه الكلمة القيمة التي ركزت على قيم المواطنة الإيجابية لتيسير انخراط ناشئتنا وشبابنا في بناء مغرب الحداثة والديمقراطية. الكلمة الآن للسيد رئيس جماعة مكناس فليتفضل سيادته مشكورا. السيد المندوب السامي للمقاومين وأعضاء الجيش التحرير، السيد رئيس جماعة مستوى، السادة ممثلي المصالح المدنية والعسكرية، أيها الحضور الكريم، أولا أنا سعيد هذا اليوم. عادة أنا ما كنبغيش ناخذ الكلمة، خاص السيد المندوب الجهوي ديال المقاومة وأعضاء الجيش التحرير دائما كيدير لي ما كنبغيش ناخذ الكلمة اليوم خديت الكلمة لسبب بسيط. هذا الشيء اللي قاله السيد المندوب وخلى هذاك الخطاب الرسمي وتكلم كلام، بغيت انا نتكلم معكم كلام واضح. بلادنا اللي هو المغرب سميتو المغرب، هذا المغرب كان عصي دائما لقرون، عصي على الاستعمار، عصي على كل الذين حاولوا أن ينالوا منه. وهذا الشيء اللي كنعموا به اليوم ديال الأمن والاستقرار، وكنقولوا الحمد لله، وكنمشيو في الشوارع ديالنا بلا ما كنخافوا، وحنا متأمنين على ديورنا. أنا من الناس اللي ما كيضرنيش الاحتجاج،
الاحتجاج ما كيضرنيش لان كنعتبرو جزء من الديمقراطيه. بلد ديمقراطي واللي فيه الحريه وفيه من بين الحريه حريه الاحتجاج. ولكن اسمحوا لي نقول لكم بمناسبات الاحتجاج على الساعه تألمت وتألمنا أن أبنائنا يهزوا هاد الراية ويحرقوها. حرام هادو ما عارفينش القيمة ديالها. علاش هي من اللون الأحمر وعلاش فيها الخضر؟ لأن هذا الدم ديال الشهداء اللي اليوم ما كنفتخروا بها. ولذلك اليوم خصنا نمثلوا مثل هذه المظاهر كنا نموتوا كنحتجوا عليها لانها اللي كتمسنا كاملين. سيد مندوب السامي اللي تكلم على المغفور له محمد الخامس والحسن الثاني الله يرحمه ومحمد السادس الله يطول عمره، هذا الشيء اللي كيديروا ملي دابا حنا وقفنا كنحيي تحية العالم الله الوطن الملك. شنو معناتها؟ معناتها أن بلادنا قائمة على هاد الذات وخصنا كاملين نحترموها. وهي مناسبة في الأخير باش نقول لكم أننا باش نترحموا على اللي كتب هذاك النشيد الوطني السي السخلي الله يرحمه اللي توفى هاد الشهرين. أخير بغيت غير نقول لكم يمكن تكونوا متفوقين، وأنا طبيب يمكن تكونوا متفوقين في المواد في الرياضيات في العلوم، هادشي كله مزيان تفوقوا به ونكونوا أطباء ومهندسين وجراحين إلى غير ذلك ونهزوا الراية ديال بلادنا، ولكن نقول لكم والله ما غنهزوها كما ينبغي لما كانش عندنا الكبدة على بلادنا وعندنا الكبدة على الراية ديالنا. شكرا لكم. شكرا للسيد رئيس جماعة الكناس. فعلا روائع وأمجاد الكفاح الوطني اختط معالمها شهداءنا الأبرار بدمائهم الطاهرة ورسم ملاحمها مقاومون أفداد. الكلمة الآن للسيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، السيد عامل عمالة الكناس والوحد الكريم المرافق لسيادتي من مصالح أمنية وعسكرية، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السيد رئيس جماعة الكناس، السيد رئيس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كأس الكناس، السيد نائب الإقليمي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، السيدات والسادة نساء ورجال المقاومة، السيدات والسادة الأطر الإدارية والتربوية على اختلاف مهامهم ومواقعهم، السادة ممثلو الهيئات المقابلية التعليمية، السيدات والسادة ممثلو جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام، تلامذتنا الأعزاء، حضرات السيدات والسادة، يسعدني باسم أطر وموظفي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية أن أشارككم هذا المهرجان الثقافي والحفل الثقافي والفني الذي دأبت المديرية الإقليمية على تنظيمه بشراكة مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير وجماعة الكناس
والذي يخلد للذكرى 63 لعيد الاستقلال والذي يخلد هذه السنة تحت شعار جميعا من أجل ترسيخ قيم الوطنية والمواطنة. هو شعار تأتي أهميته في كون ترسيخ القيم شأنا مجتمعيا يهم تنشئة الأجيال الصاعدة على تقاسم المشترك الوطني والتربية على القيم الوطنية والمواطنة والسلوك المدني. إن شعار جميعا من أجل ترسيخ قيم الوطني والمواطنة هو شعار يحمل دلالات عميقة ومعاني جليلة، لعل من أهمها اقتراع المدرسة المغربية إلى جانب شركائها بوظائف ورسائل عديدة أبرزها التشبث بالهوية الوطنية وتوالدها وصيانة ذاكرة ملاحم العرش والشعب باعتبارها ملاحم من أجل وجود المغرب وكرامة شعبه العريق. فإذا كان إذكاء الروح الوطني هو ما يشد الأجيال إلى أصولها فإن صيانة الذاكرة الوطنية هو ما يشد الأوطان لتاريخها. وإذا كان الوطن هو إطار الهوية وجوهرة فإن المدرسة هي شريانه الحيوي الذي يضمن تماسكه ومقاومته لكل العوامل التي قد تهدد مناعته واستقراره. السيد المندوب الثاني، السيد العامل، حضرات السيدات والسادة، لقد شكلت المدرسة المغربية خلال فترة الاستعمار محركا أساسيا للوعي الديني والوطني والسياسي، ولعبت أدوارا طلائعية في إذكاء روح المقاومة من خلال وسائل متنوعة تراوحت بين الخطاب الديني والسياسي وتوضيح دروس التاريخ وكذا مختلف التعبيرات الجمالية للمسرح وأناشيد وطنية، والتي أدت روح الحماس لدى شباب المدارس وترددت داخل الفصول الدراسية وخارجها، وهي أناشيد ظلت خالدة وصادقة في مدرسة ما بعد الاستقلال. وقد حرصت بلادنا منذ جلاء الاستعمار على جعل منظومتنا التربوية توافق مرحلة استرجاع الاستقلال ومتطلبات بلادنا، وعلى ترسيخ العمق التاريخي والدلالات الرمزية لملاحم العرش والشعب في القلوب والذاكرة. ولقد ركز المخطط التنفيذي للحكومة المتعلق بقطاع التربية والتعليم باعتباره ترجمة للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 على الارتقاء بالفرد والمجتمع من خلال مدرسة المغربية مدرسة للإنصاف عبر ترسيخ منظومة القيم التي يسعى المجتمع المغربي إلى إنصائها، وهو سياق يجسد شعار دخول مدرسة 2018-2019 تحت شعار مدرسة المواطنة. وتماشيا مع مضامين مخطط الحكومة والرؤية الاستراتيجية للإصلاح ركز المنهاج التعليمي ويركز بالمدرسة المغربية سواء على مستوى التوجيهات العامة أو على مستوى تصريفها في المقررات والكتب المدرسية، وذلك بحسب خصوصية المستويات الدراسية والمواد الحاملة على إشاعة الثقافة الوطنية والمواطنة وتلقين دروس الدفاع الوطني وصفحاته المشرقة للأجيال الصاعدة وتنويرهم بإضاءاته ليكونوا خير خلف لخير سنة، مواكبين للخطوات الملكية السامية في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي ومنخرطين في التعبئة الوطنية الجماعية لمواجهة خصوم وحدتنا الترابية، وذلك وفاء لروح بطل التحرير ولروح مبدع المسيرة الخضراء لشهداء الاستقلال والواجب الوطني الذين وهبوا حياتهم دفاعا عن سيادة المغرب ومقدساته. حضرات السيدات والسادة، بالموازاة مع كل هذا تحرص المديرية الإقليمية لمكناس من منطلق المسؤولية التربوية والغيرة الوطنية وفي إطار مشروعها التربوي الذي يرتكز على محورين أساسيين: أولاً الارتقاء بالمناخ التربوي من خلال تكريس بيئة تربوية سليمة تقوم على قيم المواطنة والسلوك المدني والارتقاء بسلم التعلمات وعتبات ونسب النجاح، أيضاً على تشجيع إحداث أدبية المواطنة وحقوق الإنسان وإحياء المناسبات الوطنية
لجميع المؤسسات التعليمية لاعتماد مختلف صيغ التعبير والإبداع لما تقتضيه مكانة الأعياد الوطنية في تاريخ وحاضر بلادنا ومستقبلنا. ومن جهة أخرى تحرص المديرية الإقليمية لمكناس على تفعيل مضامين اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمندوبية السامية لخدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والهادفة إلى تنشئة الأجيال الصاعدة على الهوية الوطنية والمواطنة الإيجابية، وذلك من خلال تنظيم الزيارات المؤطرة لتلاميذ المؤسسات التعليمية لقضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير، وكذلك المكتبة المتنقلة لكتاب الحركة الوطنية وجيش التحرير، والتي تعرف بالمراحل والأحداث والشخصيات التي ميزت تاريخ المغرب المعاصر، فضلاً عن تشجيع المدير للبحث في تاريخ الحركة الوطنية وتنظيم تظاهرات ثقافية وطنية بتنسيق مع المندوبية السامية. وأغتنمها مناسبة أتوجه بالشكر الجزيل للسيد المندوب السامي على حضوره ومشاركته في فعاليتها، وأخصه بتحية تربوية نيابة عن مختلف مكونات أسرة التربية والتكوين بالإقليم. كما أتوجه بالشكر والامتنان للسيد عامل عمل المكناس على دعمه لقطاع التربية والتكوين بالإقليم وموافقته لمشاريعه وتشجيعه لمختلف أنشطته وللمصالح الأمنية والسلطات المحلية على دعمها المتواصل للمنظومة. كما أحيي لتحية تربوية خالصة السادة وأساء وأعضاء المجالس الترابية والغرف المنتخبة على اهتمامه ودعمه لقطاع التربية والتكوين باعتباره مكونا من مكونات التنمية المحلية. وتحية تربوية خالصة ووطنية للنساء ورجال المقاومة على تضحياتهم بالغالي والنفيس ليعيش المغرب حرا مستقلا، وكذلك للمتطوعات ومتطوعي المسيرة الخضراء، وللسيدات والسادة قطر الإدارية والتربوية على اختلاف مهامهم ومواقعهم، ولجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وللشركاء الاجتماعيين، وللنساء ورجال الصحافة والإعلام والفعالية المجتمع المدني، وللتلميذات والتلاميذ والذين يسعون كل من موقعه إلى بناء الأصالة الذاتية لأجيالنا الصاعدة وجعلها قادرة على تحويل القيم إلى اقتناع والتزام وسلوك وممارسة. وفق الله المسيحيين جميعا الرامي لترسيخ حب الانتماء بالوطن والاعتزاز بتاريخه وملاحمه المتجددة والانطلاق منها لكسب الرهانات المستقبلية في ظل القيادة الرشيدة لموحد البلاد ونظام استقرارها. جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد النائب الإقليمي على هذه الكلمة القيمة بدورنا وباسم المندوبية السامية وباسم أسرة المقاومة وجيش التحرير وباسم أطر وموظف النيابة الإقليمية للمندوبية السامية لخدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المكناس، نتقدم بالشكر الجزيل إلى النيابة الإقليمية على التعاون المثمر بيننا وبينهم. حضرات السيدات والسادة الفاضل، الكلمة الآن للسيد المدير الجهوي أو مدير المركز الجهوي لمهن التربية ومهن التربية والتكوين بفاس مكناس، فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين، سيد المندوب السامي للمندوبية السامية لخدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، سيد عامل عمارة مكناس، سيد رئيس الجماعة الحضرية لمكناس، السادة المنتخبون، السادة المسؤولون الأمنيون والعسكريون، سيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لمكناس، سيد نائب الإقليمي للمندوبية السامية لخدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لمكناس، أعضاء أسرة المقاومة، السادة الحضور الكرام، تحية تقدير للحضور المحترم. يشرفني بداية أن أكون حاضرا ضمن هذا اللقاء المبارك الذي يؤرخ في هذا التحدث المجيد، ألا وهو الاحتفال بتلك الثانية 63 استقلال المغرب، ولعل ما زال برمزية هذه المشاركة في هذا الاحتفال بالعاصمة الإسماعيلية مكناس
أنها ستشهد توقيع اتفاقية شراكة بين المركز الجهوي مع تنظيم الجهات فاس الكناس، فرع الإقليمي الكناس من جهة، والنيابة الإقليمية للمندوبية السامية لقدماء جيش التحرير من جهة ثانية. لعلنا لا شك أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعميق البحث العلمي والتربوي والتنشيط الثقافي في القضايا المرتبطة بصيانة الذاكرة التاريخية الوطنية والمحلية على السواء، وكذا التعريف بهذه القضايا داخل فضاء الجهوي من المدينة الكبيرة بكناس. فأنا على يقين تام بأن هذه الاتفاقية التي ستأخذ بعدا مؤسساتيا بحضور السيد المندوب السامي المحترم الدكتور مصطفى كتيبي ستعطي لهذا الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال المجيد رمزية خاصة، وذلك قناعة مني بالدور الذي يمكن أن يلعبه المركز الجهوي من التنمية من جهات الناس على مستوى مواصلة توعية الأجيال الصاعدة بأهمية تاريخ الحركة الوطنية ونضال علماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير سواء بالمركز عامة أو منطقة مكناس وناحيته الخاصة من أجل حصول المغرب على استقلاله. إن هذه الاتفاقية الشراكة هي بمثابة إشارة قوية للأساتذة الباحثين في مجال التاريخ وللطلبة الأساتذة في المركز الجهوي من التربية والتكوين بمقره وفروعه من أجل المساهمة في الأنشطة العلمية والثقافية بهذه المدينة ومحيطها، وهو ما سيمكنهم جميعا أساتذة الباحثين وطلبة أساتذة من الاستفادة من رصيد وثائقي والمؤلفات التاريخية التي تتوفر عليها المكتبة النيابة الأكاديمية للمندوبية السامية للقدماء المقاومين جيش التحرير بكناس. فهذا سيكون له دون شك انعكاس إيجابي على جودة تكوين طلبتنا الأساتذة من مركز الجهوي من التربية والتكوين جهة فاس بكناس، إذ سيتم تعميق تكوينهم في مجال زيارة الذاكرة التاريخية الوطنية والمحلية ليتمكنوا بعد تخرجهم من تمرير هذه المعرفة للأجيال الصاعدة التي تدرس حاليا بالمستويات الثانوية والإعدادية والابتدائية لهذه الجهة. إن غايتنا من ذلك هي مساهمة كل من موقعه في ترسيخ قيم المواطنة والوطن عند أجيالنا الصاعدة، وذلك لتكوين جيل يفتخر بأمجاده ويستحضر باستمرار المسار النضالي للرجالات ونساء هذا الوطن وكفاحهم من أجل استقلال المغرب. إن طموحنا سواء كمدير لهذه المؤسسة التكوين الأولى العليا أو لمجلس هذا المركز الجهوي للتربية والتكوين فاس بكناس من توقيع هذه الاتفاقية ليس هو استحضار لهذه المحطة التاريخية فقط والتي تسجل كفاح المغاربة للحصول على استقلال، بل هي كذلك محاولة منا جميعا لمواصلة هذه الرسالة النبيلة وتمريرها للأجيال الصاعدة من أجل بناتنا وأبنائنا للمؤسسات التعليمية وتوعيتهم بالأمانة التي على عاتقهم والتي ضحى في سبيلها شهداء هذا الوطن العزيز من أجل تحقيق الحرية والاستقلال الذي نعيش في ظله اليوم. فإذا كان جلالة الملك المأمون الله محمد الخامس قد قال في خطابه عند عودته من المنفار لقد خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فهو يقصد بذلك ضرورة بناء البحر الحديث والذي تم فعلا على عهد جلالة الملك الراحل حسن الثاني رحمه الله، فإن ملحمة كفاح الملك والشعب لا تزال مستمرة مع تحديث البلاد وتعزيز المكتسبات الديمقراطية وصيانة الوحدة الترابية والدفاع عنها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له نصر التنبيهين. وشكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ولعبت وتلعب أدوارا فرائعية
في إبداء الروح الوطنية خلال كل المحطات البارزة في تاريخ المغرب المعاصر. ورددت لامنتها الأناشيد والأغاني الوطنية التي ظلت خالدة وصابحة في مدرسة ما بعد الاستقلال، وهي أغاني سيتحبنا بها كورال مؤسسة التفتح الفني والأدبي بقيادة الأستاذ سعيد المكي، وهي مجموعة صوتية تكونت في إطار اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المديرية الإقليمية للجلاس وجمعية كورال نغم للموسيقى والثقافة. Thank you.
حضورنا الكرام، تلاميذ الثانوية الإعدادية منصور دهلي، أبوا إلا أن يشاركونا هذا الحفل الوطني بفقرة مسرحية قصيرة حول المسيرة الخضراء، ملحمة وطنية من إبداع جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه، والتي تجسد التلاحم القوي بين العرش والشعب لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة. وهو التلاحم نفسه الذي عجل بجلاء الاستعمار وحصول المغرب على استقرار. ومن شرق المغرب إلى غربه علينا جميع العزيز أن نقول رجل واحد بنظام وقضاء لنلتحق بالإسراء ومصر الضحية مع إخواننا المغربية لتنضاف هذه الصفوة
إلى القائمة الطويلة التي حظيت بالإنعام المولوي ليصل العدد إلى حدود تاريخه 850 منتمي ومنتمية، ويحضر معنا من مدينة مكناس أرملة الشهيد أحمد اللولي بطاقة مقاوم 520-920 وسام المكافأة الوطنية من درجة دابل. تفضل مولانا بالإنعام عليه على الشهيد بمناسبة تخليل الذكرى 63 لعيد الاستقلال المجيد. فليتفضل السيد المندوب السامي لخدماء المقاومين رفقة السيد عامل عمالة مكناس بتسليم الوسام الملكي. حضراتي السيدات والسادة الأفاضل، مواصلة وترسيخا ستتم الآن مراسيم توقيع اتفاقية التعاون والشراكة بين النيابة الإقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش هلال الناس والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس فرع مكناس حول موضوع صيانة الذاكرة الوطنية والمحلية. السيد رئيس جماعة مكناس والسيد رئيس جماعة مشور السينية تفضل إلى المنصة. حضراتي السيدات والسادة الأفاضل، لقد أبى السيد الكاتب السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية يتفضل إلى المنصة. بالمناسبة فقد أبى الأستاذ والباحث عبد اللطيف محمد بن علي إهداء نسخ من كتاب الصحراء المغربية أسرار وخبايا، وهو كتاب يتناول القضية الوطنية يعني في مجموعة من المعلومات باعتبار المهام التي كانت موكولة لكاتب هذا الكتاب.
خير ما نحتفل به هذا اللقاء المبارك الذي كان ناجحا بكل المقاييس. برقيه ولاء واخلاص مرفوعه الى السته العاليه لله جلال الملك محمد السادس نصره الله، يدعوها السيد نيلا معروفي النائب التقليدي لجنوب السابع لقدماء المقاومين واعضاء جيش حيف، فليكن مشكورا. مولاي صاحب الجلاله، أدام الله عزكم ونصركم وخلد في الصالحات ذكركم. واحتفاء بالذكرى 63 لعيد استقلال المجد والعوده المظفره لجدكم المنعم بطل تحرير الاستقلال جلاله مقبولنا محمد الخامس ورفيقه في السباحه والمنفى والدكم المكرم جلاله مقبولنا الحسن الثاني رضوان الله عليهما والاسره الملكيه الشريفه الى ارض الوطن. انتأم بقاعة مرتب الثقافي الفقيه محمد النانوني بمكناس يوم 23/8/2018 لرجاء حفاظي وحد حلمي وثقافي تحت شعار جميعا من أجل ترسيخ القيم الوطنية والمواطنة بتعاون وشراكة بين النيابة الإقليمية للمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمكناس وجماعة مكناس والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وبهذه المناسبة الغراء يا مولاي، يتشرف قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأسرة التربية والتكوين وسائر مدينة مكناس وسائر المشاركين في المهرجان الثقافي المنظمين إحياء لهذه المناسبة المجيدة بأن يرفعوا إلى مقامكم العالي لله أسمى آيات الولاء والإخلاص مؤكدين تجلده الإنسان تحت قيادتكم الحكيمة في ملاحم بناء وإطلاق صروح المغرب الجديد وصيانة وحدته الجغرافية التي تحملون مشعلها بحنكة واقتدار وبعد نظر مثمنين عاليا مضامين وأبعاد خطابكم السامي بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء المظفرة مجددين تعبئتهم المستمرة ويقظتهم الموصولة للتصدي لمؤامرات ومناورات قصور الوحدة الترابية. وإنها لمناسبة سانحة يا مولاي للمشاركين في المهرجان الخطابي والحفل الفني والثقافي للإشادة والاعتزاز بتوجيهاتكم السديدة الداعية للحفاظ على الذاكرة التاريخية الوطنية وتكريم رموزها وأعلامها والتشبع بقيمها ومعانيها واستلهام دروسها وعبرها لترسيخ قيم الروح الوطنية ومواقف المواطنة الإيجابية في نفوس الناشئة والأجيال الجديدة وإذكاء حماسها وشحن هممها وعزائمها لمواصلة مسيرة البناء والنماء معتزين ومنوهين بما تشملون به أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير من كريم العناية وموصول الرعاية مجددين انخراطهم الفاعل في المبادرات الرائدة لجلالتكم من أجل الارتقاء ببلادنا في مدارج التقدم والازدهار وتعزيز البناء الديمقراطي والمؤسسات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. رحم الله شهداء الحرية والاستقلال والوحدة شرفاء الوطن الغر الميامين وفي طليعتهم بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جدكم المنعم جلالة مقبولنا محمد الخامس ورفيقه في الكفاح والمنفى مبدع المسيرة الخضراء المظفرة ومحرر الصحراء والدكم المكرم جلالة مقبولنا الحسن الثاني وحفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم حتى تحققوا كل ما تنشدونه من مقاصد نبيلة وطموحات مشروعة خدمة لشعبكم وأمتكم وأقر عينكم بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير المحبوب مولاي الحسن وشد أزركم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي قاطبة إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وإنه نعم المولى ونعم النصير
والسلام على مقامكم العالي لله ورحمته تعالى وبركاته.